النهارده كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي استقبل وفدا من نادي النصر الرياضي لتقديم التهنئه بالتتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا للمره ال 12 في تاريخ النادي. ضم وفد نادي النصر المستشار اشرف لطفي القائم باعمال رئيس مجلس الاداره وابراهيم المرعشلي ومصطفى رسمي ومحمد مدبولي اعضاء المجلس وهاني امين المدير التنفيذي للنادي. وقدم وفد نادي النصر التهنئه للاهلي بعد التتويج بدوري ابطال افريقيا للمره ال 12 في تاريخ النادي، متمنين دوام الانتصار للنادي والوقوف على منصات التتويج في كافه المحافل خلال الفتره المقبله. حرص الكابتن الخطيب على الترحيب بوفد نادي النصر وقام باهداء درع وعلم النادي للمستشار اشرف لطفي الذي اهدى بدوره رئيس الاهلي باقه من الورود ودرع نادي النصر، وتم التقاط الصور التذكاريه.